سلام، انا معاد احبوش، مرحبا بك في هذا الفيديو. ان شاء الله غنعطيكم شي طرق ديال الحفاظه في هذا الفيديو اللي جابت معايا نتائج. بزاف سولوني على كيفاش نحفظ واستنتجت باللي بزاف ما عارفينش كيفاش يحفظوا. انا المهم غنعطيكم الطرق اللي جابوا معايا انا نتائج، وكنتمنى انكم تاخذوها بعين الاعتبار وغتجيب معكم نتائج. المهم انا غنبارطاجي معكم هذا الشيء هذا، وكنتمنى انتم تبارطاجيوه مع الناس اللي ما عارفينش، الله وعسى تاهما يجيبوا نقاط، وهذا الشيء كله في سبيل نجيبوا كاملين. اوكي ما نطولش ونبداو بالطرق اللي غنعطيكم. اول حاجه خاصك ديرها في اي حفاظه، يعني باغي تحفظ شي درس، اول حاجه خاصك دير هي تقسم الدرس. شنو هي هاد تقسم الدرس؟ يعني كاين درس طويل والعقل ديالك كيميل للراحه، دونك العقل ديالك باش هو يتقبل انه خصو يحفظ، خصك تقسم الدرس ودير ليه بحال واحد الروابط، يعني هادي لهادي لهادي لهادي، فهمتي؟ يعني تقسم الدرس. نعطيك مثال باش تفهم. دابا عندك واحد الدرس طويل، غتقسمو لعناوين كبيره، غتعاود هذيك العناوين الكبيره تقسمها لعناوين فرعيه صغيره، يعني كتبدا من الصغير للكبير حتى كيتحفظ لك الدرس كامل. هكا العقل ديالك ما غيملش، وغتكون عندك واحد الفعاليه اللي غتحفظ بها مزيان، بحال الشكل ديال قصه صغيره، وديك القصه الصغيره كتمشي لقصه اكبر، وديك القصه الكبر كتمشي لقصه الكبيره، يعني انت في الاخر المطاف كتحفظ القصه الكبيره كامله. ثاني حاجه بغيت نقولها لك هي الخيال ديالك. عارفك ما كتعطيش بزاف القيمه للخيال ديالك، ولكن الخيال ديالك راه واحد الاله، واحد القوه باش تحفظ خياليه. ديك الصوره الذهنيه فاش كتعاودها في الخيال ديالك وتعاودها في الخيال ديالك، كتولي يعني واخا دوز 20 عام تبقى عاقل على هذيك الصوره اللي حطيتي. مثال، غتخيل واحد الورقه كبيره بيضاء يعني قدام وجهك، وكتكتب فيها داك الشيء اللي باغي تكتب، مثلا المصطلحات ولا التعريف ديال شي مصطلح ولا شي ايكواسيون شي معادله، فكتعاودها وكتعاودها وكتعاودها حتى كتحفظ لك، وهكا كتولي تحفظ لك واخا دوز ما عرفت شحال من عام، غتبقى عاقل عليها. فيما جبتيها غيبقى عقلك عاقل عليها. هذه هي القوه ديال الخيال. ثالث حاجه بغيت ننصحك بها، وهي انك تعتبر الحفاظه اللي كتحفظ واحد اللعبه زوينه، واحد اللعبه اللي باغي تلعبها وتربح فيها، يعني ردها واحد اللعبه وانت باغي تلعبها. وإلا ما تفهملكش الدرس في الاول، حاول وحاول وحاول وغيتفهملك في التالي، بحال اللعبه ديال سوبر ماريو، كتبقى تخسر وتخسر في التالي كتربح، بحال هكا. حاجه اخرى اللي بغيت نقولها، ومن شحال هذه وانا تنقولها وبغيتك تفهمها، يعني راه الحفظ ماشي طريقه اللي فعاله انك تحفظ. الحفظ انك تحفظ غير هكاك ماشي طريقه، الطريقه اللي غتخليك تفكر داك الدرس هي الفهم. هذه هي اللي غتخليك تفكر الدرس وتحفظه اوتوماتيكمون. هذه راه بحوث دارتها الدراسات الحديثه على ان الحفظ اللي كانوا كيديروا زمان راه ما كانش كيجيب واحد الفعاليه، دابا ولا واحد الحاجه اللي سميتها الفهم، وهي اللي غتخليك تحفظ اوتوماتيكمون وفي نفس الوقت غتفهم علاش كدوي. بغيت ننصحك انك ما ديرش العزله. كاين بزاف اللي كيعزل راسو، يعني ما كيبقى لا يلعب كره لا يدير شي حاجه، يعني يلعب مع اصحابه ولا يتلاقى مع اصحابه ولا والو، فوقيت الحفاظه نو ما كننصحكش بهذه. حاول انك تجنب هذه القضيه هذه، وانك الا كنتي نهار شي نهار مثلا الاربع ولا الحد ولا السبت كتلعب مع اصحابك، سير لعب معاهم وعادي، يعني ماشي تاخذ الحفاظه ديالك بحال راه شي حاجه اللي حابسك على داكشي اللي باغي انت دير. سينو الا درتي كي بحال هكا انا كنضمن لك باللي راك ما غتلقاش واحد الحلاوه في الحفاظه، وتقدر كاع تكتئب وفي اخر المطاف تحط الكتاب وكاع ما تبقى عندك شي خاطر للحفاظه، يعني غتمل من الحفاظه. ملي كنقول الحفاظه راه كنقصد الفهم. حاجه اخرى اللي غنعطيها لك هي انك دير بروغرام، ضروري من بروغرام، ودير الوقت اللي انت كترتاح فيه في الفهم ديالك، ودير واحد البروغرام اللي منطقي، وعندك طيح في الغلط ديال ما تنعس. ضروري النعاس باش انك الجهاز العصبي ديالك يرتاح، وهذا مهم الجهاز العصبي، حيت الا ما عطيتيش الوقت للنعاس ديالك البرمجه ديال الجهاز العصبي غتقلب وما غتاخذ والو، ما غتهز والو، ما غتفهم والو. دونك حاول انك تعطي الراحه لراسك وترتاح في النعاس ديالك، ماشي انك تبقى تحفظ في الليل وفي النهار وفي الليل وفي النهار وما ترتبش الامور ديالك. داكشي علاش قلت لك ضروري دير بروغرام، فالنعاس ضروري ليك، وملي كتنعس عاد العقل ديالك
العقل ديالك تيبقى يرتب الامور، تيبقى يرتب كل حاجه بلاصتها. وهذه القضيه غتكون عرفتيها حتى من الصغر، ملي كنتي صغير كنتي مثلا كتكون ما واخدش واحد الحاجه في الليل، يعني كتحس براسك بحال ما حفظتيهاش، الغد ليه في الصباح تتلقى راسك حافظها. فالجهاز العصبي تيلعب دور كبير في هذه الحفاظه وحتى في الفهم. واحد التجربه اللي داروا هي ان هذاك اللي كيكون كيعزف البيانو، ملي كيكون كيعزف هو البيانو في الليل وكياخذ لي مورسو، ملي كينعس العقل ديالو تيبقى يرتب دوك لي مورسو. الا كان هو مثلا نهار مورسو في الليل، العقل ديالو تيرتب دوك لي مورسو كاملين وتجمعهم، يعني تيولي يحفظ ديك القطعه كامله ديال البيانو. حاجة أخرى اللي بغيت نعطيها لك، وهي أنك ما تحفظش وما تراجعش جوج مواد من نفس النوع. أنك تراجع مثلا الاجتماعيات والتربية الإسلامية، ولا الاجتماعيات والعربية، ولا الاجتماعيات والفرنسية، ولا الفرنسية والاجتماعيات. مهم ما تراجعش نفس المواد من نفس الشعبة، يعني حاول أنك تراجع مادة ولا جوج مواد ومادة من العلم، يعني علمية، سواء المات سواء الفيزيك سواء السيونس، باش تكسر ديك النمطية ديال الآداب، وفي نفس الوقت تاخد بزاف ديال المعلومات والعقل ديالك يتقبل دوك المعلومات ويدخلهم. وهاد القضية كذلك حتى بالنسبة للعلميين، يعني بالنسبة لك إذا كنت علمي حاول أنك ما تراجعش غير المواد العلمية، مثلا تراجع المات والفيزيك وتراجع الفلسفة، ولا تراجع المات والسيونس وشي مادة بحال الإنجليزية. فهكا يعني انك تراجع، ما تراجعش غير الادبي فقط، تراجع الادبي والعلمي في نفس الوقت باش عقلك يتقبل المعلومات. المهم هذه الطريقه زوينه وجابت معايا حتى هي نتائج وخدمتها بزاف. حاجه اخرى اللي بغيتك ترد ليها البال هي التنفس ديالك. ملي كيكون التنفس ديالك ماشي في واحد الحاله ديال الاسترخاء، ما كيكونش واحد التنفس عميق، كذلك الذهن ديالك ما تيكونش واحد الحاله ديال الاسترخاء اللي تقدر تخليه باش يستقبل المعلومات. خاصك تعرف باللي ان المخ ديالك كياكل الاكسجين، كيتغذى من الاكسجين اللي كتعطيه نتايا. وملي كيكون التنفس ديالك عميق كتقدر تستقبل بزاف ديال المعلومات، وهاد الطريقه هادي غتنفعك بزاف ملي تبدا الفهم ديالك ولا الحفاظه ديالك. وما تخافش انا نعطيك واحد الطريقه اللي غتنفع معك. ففي التنفس ديالك حاول تهز النفس لستة ديال الثواني بحال هكا، بحال هكا تهز النفس 6 ديال الثواني وتحبس، دير هكا تحبس 3 ديال الثواني وتخرجو في 8 ديال الثواني. غتكون دابا فهمتيني، غتهز النفس في 6 ديال الثواني، غتحبسها في الداخل ديالك 3 ديال الثواني وغتخرجها في 8 ديال الثواني. حاول دير هاد العمليه لمده دقيقه ولا دقيقه ونص، وغتحس بواحد الانتعاش، غتحس بالمخ ديالك مفتوح، واي معلومه عطيتيها ليه غيثبتها. ويلا شي حاجه لقيتيها مبهمه وغامضه وما فهمتيهاش، جوجل راه مفتوح وراك في القرن 21، يعني اي معلومه بغيتيها، اي حاجه ما فهمتيهاش غير طابي وراك غتلقاها. واي معلومه في اي مجال في اي حاجه باغي تبحث فيها راه غتلقاها، يعني راه غير خصك واحد المجهود اللي صغير، هو تهز داك الصبع ديالك وتطابي وتقلب وراك غتلقاها. واهم نصيحه هي حاول دير هادشي هذا وانت فرحان، فرحان حيت تجيب النقطه، فرحان حيت باغي تفهم شنو كاين، وفرحان حيت باغي تشوف اشنو كتقرا. السعاده ديالك في القرايه غتعاونك بزاف 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 باش انك تقدر تقبل داكشي اللي كتقرا، وما تبقاش تسول داك السؤال ديال علاش انا كنقرا. علاش كتقرا؟ حيت باغي تجيب النقطه، وحيت كتحس بالسعاده وانت كتقرا. فحاول كما قلت لك ترد هاد الحفاظه اللي كتحفظ لعبه باش ما تملش، باش ما يجيكش هذا الشيء علاش انت اصلا كديرو. فهذا هو اللي غيعاونك، وفي اخر المطاف تشوف النقطه اللي جبتي وغتفرح بالبيان، حيت هذا واحد الجهد ديال مده طويله وانت خدام عليه. وبطبيعه الحال النفس اماره بالسوء وما عمرها غتقول لك نوض، فضروري خصك انت دير بروغرام وتحس براسك باللي راه انت باغي تجيب ديك النقطه وتحس بها في الداخل ديالك. هذا هو اللي غينفعك باش انك تنوض وتعزم باش تحفظ. اوكي، هنا نكون ساليت الطرق وساليت شنو بغيت نقول. كنتمنى انك تقبل هادشي اللي قلت ودير به، راه نفع معايا بزاف، انا نفع معايا في حياتي في اي حاجه بغيت خارج نطاق ديال القرايه، يعني معلومات كناخذهم خارج نطاق القرايه وعاجبني الحال وفرحان. والعلم طبيعه الحال وسيله ديال السعاده، ديك الحاجه اللي كنقلبوا عليها جميع.
فكنتمنى تكون فهمتيني، وشكرا بزاف على الاستماع ديالك. الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو اخر، وشكرا بزاف.